صباح الخير. صباح الخير. كيف الأخبار؟ اليوم أوف مع نجم الحمد لله. لا اليوم ولا بكرة، كل يوم كل يومين كل يوم كل 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 يومين بالأسبوع بيكون عنا أوف من الجيم. بس قول خلص سبت وأحد. كل يومين بالأسبوع اليوم. لهن اليوم وبكرة ما عنا جيم. سبت وأحد. بس اليوم عنا عزيمة. استغفر الله العظيم. اليوم عزيمة. عشاء. عنا عزيمة عشاء لبيت أهلي. شو التمويه؟ لماذا تمويه؟ وبكرة بيت أهلة. ليش عم تسم؟ وبعده بيت أخته وأخواته الثانية إن شاء الله. ما عزمناهم لسه فاهمت فضيحة أنت. كذابة. أمتى لو تعزم؟ صباح الخير، يوم جديد ووصفة جديدة. وصفة بيض بس بطريقة جديدة. ونفس المكونات تبع امبارح بس ضفنا له توست وقصيته بهالشكل بالكاسة لانه غيث شاف فيديو على انستغرام وحبه. لا انا قصيته ايه بدنا نقصه هيك نعمل دوائر بالكاسة بعدين هدول شكلهم كثير حلو هدول بدي حمصهم لو حط عليهم النوتيلا اوكي سو قطعت المرتديلا يعني سكويرز لوك اتس بيرفكت سكوير ما شاء الله اوكي وهلا راح احمي المقلايه احط لها سمنه مشان نقلي المرتديلا اوكي ليه لا حمار هذا حمار والله ممنوع طب جيب لي بتاع لك لا بهاي خلص طال المطبخ خلص ليك ما عاد كفى مرتديلا ما رح روح اقطع مرتديلا كمان اوكي رح نحط معلقه سمنه حبيبي اني لا شايفين لا كم معلقة حطيت ولا شيء بس معلقة ملعقة من السمنة صح؟ ولا سمنة ولا سم ممكن اكل؟ اوكي وهلا سبحة المرتديلا تصبح بالسمنة رح ننزل المرتديلا الو اوكي يعني اول مرة بشوف مرة بيجي زوجة بيساعدها ما بترضى يعني لا وانا بتيس وبيسعل عشان لا لا انا بحب اعملك الاكل طب عادي انا بساعدك اوكي يلا قلب ما بدي اقلبه انا هلا حاسس انه في كثير سمنه غرقت سمنه لا رح تكون كثير طيبه والله تقدر اي 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 غايز حلقتني عم تسبح بالسمن المرتديلا ما بطلش السمنة عم تسبح والله ليكي عم تقول ليش عم بنصح انت ما عم تنصح ما ضل حدا ما قال لي مصحان عم روح الجيم عم بنصح كيف يعني حتى الميزان عم بيزيد اوكي هلا امرنا المرتديلا شوفوا كيف بصير لونه اوكي بعدين نرجع اوكي سو هيك صارت المرتديلا عشان تكون واضحة مقرمشة صارت ايه كرنشي انا بدي احطها بصحن ايه انا بدك تحطها بصحن بدي احط التوست هون تحت في صحن اخضر ما في صحن اخضر صحن اخضر شوف اللي كنتي اكلتي فيه كنتي بزبالة فكرتي بلاستيك لا ايوه يا ملا اي صحن اخضر ويكون مرتديلا طب اعطيني اي صحن اعطيني ليك 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 الصحن الاخضر حننقله هلا لصحن ثاني عشان نعمل التوست والبيض عم تسمع صوته؟ ايه سمور هلا بدك تحط اوكي هلا خففي يلا لسه في سمنة فما في داعي نزيد
رح نحط حاسس انه النار قوية انا بس هحط تتأمل اتسوكي نحط المرتديلا فوق دايركت لا كاملة. نحط البيض نحط المرتديلا آه بقى البيض صح 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 اوكي سهلا حطيت التوست بعدين ليش قلبتا عشان تتحمص من جهة تقلب من جهة بنتي هلا بتتحمص من هنا نحط مرتديلا اوكي مرتديلا من تحت المقلاي نحط اوكي ايوه اوكي انا تعرف الجيم اوكي لسه ما خلصنا لسه هذا مش الشكل النهائي اوكي افس البيضة ايه حلو هذا اوه ونكسر صفار البيض وقت لرجالي يدخلوا بالمطبخ هيك بيصير الله اني فنان اوكي اعطيني هلا شوكه عشان يستوي البيض المفروض انه نحن نعمل نبعد شوي مشان الوايت صح شو اسمه الوايت بالعربي بياض البيض الوايت شو اسمه حلو نسيت بلاكس شو اسمه؟ اوكي فرجيهم شو عم بعمل مشان يفهموا شوفوا لما نفتي اوكي عم بقعدها هيك مشان بياض البيض اوكي يستوي اوكي 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 يعطيك العافية عم رأيي والله كله اندومي اوكي هلا غيس حد يفتي لانه فكرني انا عم بعمل شيء غلط ما عم بفتي عم بحركها عشان ما تلزق حبيبي شوفي شو قصدك تناجر هي بتلزق لا هي ليكي ليكي حتتحرك ما شاء الله اسمه شوفي تحرك البيضة كلها حلو شفتي طيب هلا شو بدك تعمل بدي اقلبها بس مش هلا لحتى شوي تستوي ايوه الطريقه اللي كنت عم بعملها صح مبدئيا لو طباخ مكاننا كان هلا عمل وجبه مندي اي والله اوكي يعطيكم العافية اوكي اعتقد انه تمام من هون برجع لكم بس نقلبها اوكي بسم الله شو بك شكله مش نفس الفيديو اللي شفته ابدا اكزاكتلي لانك قلبته لا والله بقلبه هلا قلبها بسرعة قلبها بسرعة مشان ما تستوي لا لا انا بدي اياها هيك شو صفار البيض ما يستوي انا بدي مو انت بتحبها برشت؟ خدي كفاية وكل عمي ماشي هذا الستاب راح يتحول لاسم غيث مروان لا والله خلص بس الـ انا حاكل الوجبة صح؟ يعني انت ما بدك يعني اطبخ لك ما المفروض تاكل من ايدي انا يعني بلا عم تاكل من ايديك بس مش بيض طب عادي انا اعمل لك الثاني هي بقول انت عملتها اوكي انا بعمل الثاني اوكي اوكي بعدين حندوق ونقرر مين يطيب رح تكون نفس الطعمه بس انا تبعي رح تكون اوكي سو هي شو بيسموها ساندويتش التغيس ايوه هاي اول هاي اول وحده هلا رح اعمل اكل انت كول انا رح اعمل لك الثاني بس التدخل ممنوع والله ورا اطلع شو عم تعمل اوكي اوكي حطيت سمنه نقطه تمام وراح حمص الخبزه راح حمص الخبزه وارجع لكم عملي لي اندم بسرعه ما بتتاكل اوكي هلا هيك شكله رح بلش افرد هون شوي مشان يستوي بياض البيض اوكي حمصت الخبزه من الجهتين وهلا رح افقص البيضه اوكي حطيت السمنه سقطت فوق البيض مشان تستوي وهلا رح اغطيها شوي اوكي حطيت السمنه سقطت فوق البيض مشان تستوي وهلا رح اغطيها شوي شباب اليوم انا عملت فطوري صاير شكله غريب بس والله شفته على الانستغرام كان شكله حلو والله اعطيك يعني
ايه؟ شو الاختراع؟ بسم الله. طبعا تو هاي مش حرق، هاي مرتدلة تمام، بس هي في الإضاءة طالع هيك، بس هي منه كمان طالع محروق. بسم الله نجرب الأكل العجيبة، شكلها طيب. بسم الله. عملي لي عندهم بسرعة، ما بتتاكل. بمزح. طيب طبعا سارة عملت لي بيض، اوكي انا بحب بيض بالمرتدلة، عم نسيت تحط مرتدلة، ليك هلا عم تحطهم قد ليك اتسكي يمكن تكون طيبة، بس انا شوف كيف عملت. المهم البيض. المنظر هي عندها، مش المهم انه انا شو بدي. لا مو انت بدك برشت، مو انت بتحب البيض. مين برشت؟ انا بحب اي شيء بيض. انه البيض مو ما رح تحكي شيء واليوم بتحكي شيء غايز، حق علي عملت لك فطور. بدي اعمل لك اكلة رهيبة، نسيت تحط المكونات، بس شكلها طيبة والله. انا حدوق وحاطي رايي بكل. والله رح تخليني ابكي. لا لا هذا شكل حدا حيبكي. اوكي هلا نجرب اختراعات ساره، لان الشكل رهيب والله الامانه. اوكي هلا بقى طعمه، اهم شيء الطعمه. بسم الله. لو حياة الله طيبة. Thank you. والله كثير طيبة. أنت من اللي عملتها شيء 20 مرة. عن نفس الشغلة. أها. حياة الله. يا جماعة طفى تليفوني أنا وبعمل بيض، بس نسيت حط مرتدلة. المهم طلعها فوق، بس كيف أمانة؟ أنا أطيب. والله نعمتي يا ضد والله. من اللي معك اندومي؟ مش بعد؟ لا بلا. ليه عملك اندومي؟ ليش في ليفة هون؟ تليفوني صار ليفة؟ اقسم بالله انت اللي لازم نروح افطري، روح افطري.